السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مول القويلبات، يعود لكم من جديد بعد غياب طويل، ولكن جيت بواحد الفكرة جديدة ومحتوى جديد، محتوى جديد اللي هو لا للتفاهة، نعم للأخلاق العالية. الكل كيتسأل كيفاش لا للتفاهة نعم للأخلاق العالية. هنا من كل واحد فينا خصو يصلح المجتمع ديالو، لان الشيء اللي عايشين فيه راه ماشي هو داك التفاهه الروينه يخرجوا لنا على وليداتنا، الاخلاق مشات. فكرت قلت والله الا كنت مريح خدام ويطيح لي هاد الفكره، قلت علاش دابا هاد واحد القضيه اللي ما عمره ما دارها شي واحد، حنا كنشجعوا التافهين ياك، وقلت علاش مثلا في المجتمع ديالنا كاينين بزاف تيديروا خير، عزيزهم الفقراء، عزيزهم حب الخير، عندهم اشياء نبيله في الحياه ديالهم تيديروها، ولكن ما تعرفهم حتى واحد، ما تيتسوق لهم حتى واحد، وعايشين مخشيين وسط المجتمع. قلت علاش حنايا مثلا كل نهار نبداو بمهنه او حرفه او وظيفه، نجبدوا واحد لا بيرسون، نعطيو اسم مثلا اليوم مثلا الفيديو الاول نهضروا على الطبيب مثلا. شي كل واحد فيكم تعرف شي طبيب مزيان، ضروري تكون شي واحد تعرف شي طبيب مزيان. مثلا شي واحد عنده عمليه يدير نص ثمن، ما عنده غرض في الربح المادي، عنده الاخلاق عاليه، تيبغي الخير، تيحب الفقراء، تيعاون الناس. نذكروه، علاش ما نشهروش؟ نذكروه مثلا المدينه ديالو فين تيسكن باش يعرفوه الناس، وكتبوه في التعاليق اي واحد يعرف شي دكتور، ولا مثلا اليوم دكتور، المره الجايه نهضروا على طبيب، نهضروا على عفوا على معلم، استاذ، الحرف، في اي حرف مهن كلهم غنجبدهم ان شاء الله. اذا نجح الفيديو هذا الشيء سيرجع عليكم، الى نجح الفيديو، لانه اول فيديو مهم جدا. مثلا وشفت بان التعاليق بزاف تتكرر نفس الاسم او اسماء ثلاثه ولا اربعه دكاتره في المدن المغربيه تتكرروا، راه المره الجايه غندير فيديو عليهم ونذكر الاسم كامل والادريس ديالو باش الناس يمشيو عندهم. وهادشي كامل لاج باش نشجعوا ناس اخرين سواء اطباء او حرفيين او باش يديروا الخير ويكثروا من الخير، باش حنا نجبدوهم في الفيديوهات ديالنا، نبداو نجبدوا الناس، نذكرهم بالاسامي ديالهم، نشهروا الناس اللي تستحق الشهره والناس باش يعرفوهم، باش نكثروا الخير في المجتمع والمجتمع كله يكون خير، لان راه هادشي اللي كنعيشوا فيه راه لا اله الا الله. فهمتي داكشي علاش فكرت في هذا المحتوى؟ انا كنتمنى يعجبكم. باش ما نطولش عليكم، بغيت هذا الفيديو هذا يعني تكثروا لي من حركات اكسبلور، وباش يمشي على اكثر اوسع نطاق، لان لنجح هذا الفيديو راه انا كنعتبره فيديو مهم، وبغيتكم تعاونوني فيه. اول مره تنطلبها منكم. بيس اند لاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بيس.